القيصر كاظم الساهر. هذا قيصر وساحر ونادر ويعني ما نوصف بصراحة. أربط الأحزمة قبل أيام، ستوري كان يخص القيصر. إيه طبعا. ما نوهت بعد عنه. لا هي مفاجأة كبيرة. فعلا أكو جاية إلى البغداد؟ لا أنا نوهت إنه أنا ما قلت يحضر. إيه حتى يكون بالعلم. أنا ما قلت يحضر. تربطك بعلاقة أستاذ كاظم؟ التقيت فيه 3 مرات بذا فويس، لأن أنا كنت ممثل الصحافة العراقية في برنامج ذا فويس بالأم بي سي، وشخص مذهل بكل شيء بصراحة، بأخلاقه بفنه، وحضرت لأكثر من حفلة. مايسترو عظيم، يأخذ الجمهور يمينا ويسارا كيف ما يريد. تمام، تحياتنا للقيصر كاظم الساهر، ونتمنى نشوفكم عن قريب. والله كان على اساس اكو لقاء في مصر، بس انا طيارتي كانت راح تكرمنا هواي اذا جاب الهلال الذهبي. والله اتمنى كلنا نتمنى اي اكيد.